وقد جاء بسند ثابت وله حكم الرفع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن الله عز وجل خلق 4 أشياء بيده: العرش والقلم وآدم وجنة عدن، ثم قال لبقية الخلق كن فكان. فإذا المخلوقات في خلق الله سبحانه وتعالى لها على قسمين: قسم باشر جل شأنه خلقهم بيده، وقسم قال له كن فكان. فإذا هذا الذي خلقه الله سبحانه وتعالى بيده له تشريف خاص،